بعد قرار الحكومة بقانون الإيجار القديم وتعديلاته لـ2022، مقترحات مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية. أهلا بكم، أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك من موقع فيتو. تفاصيل الخبر: يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة بشأن بعض أحكام القانون. ورغم أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتعلق بالوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، إلا أن أعضاء مجلس النواب وصفوا تلك الخطوة بأنها بداية لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة. وتقتصر التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مع التفاصيل كاملة وتابعونا حتى نهاية الفيديو. Thank you.
إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ويمكنك تفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لك على حسن المتابعة، ونتمنى لك يوما سعيدا. إلى اللقاء.